النهارده رغم الخساره واحنا بنخسر لاول مره هقولها في مباريات الناشئين، دايما بنزعل على الخساره، دايما بنقول هارد لك، لكن النهارده بعد الخساره بقول للاعبي وناشئين النادي الاهلي مبروك رغم الخساره، مبروك ان احنا عندنا لعيبه فعلا تمثل النادي الاهلي وتمثل منتخب مصر في المستقبل، عندنا لعيبه سنها مظبوط، عندنا لعيبه مواهب فعلا في قطاع الناشئين رغم الخساره. طبعا انا مش عارف هم هيستفادوا ايه لما يجيبوا لعيبه كبار عن السن وتاخد دوري الجمهوريه، استفدت ايه؟ هو انت قطاع الناشئين دوره ايه؟ دوره ان انا بطلع لعيب 3 4 لعيبه من كل فرقه للفريق الاول. لكن لما انا اعمل يعني انا بعمل مثلا بروباجندا ان انا خدت دوري الجمهوريه بلعيبه مثلا على معدل اعمارها مش صح، ده انت استفدت ايه؟ يعني لما تحط 4 5 لعيبه هم دول، هل في لعيبه دول مواليد 2008 يعني 16 سنه، في لعيبه انت بتشوف شكلها وقوتها وسرعتها قدنا، يعني في لعيبه قدنا في بتحس ان هم حاجه و20 سنه يعني. ما تعرضوا لنا الصور يا جماعه، وعندنا الصور واحنا كنا بننهي المباراه يعني، هاتوا لنا شكل وصور اللعيبه علشان الناس اللي متابعانا دلوقتي. المباراه بالمناسبه يا جماعه، المباراه اللي كانت بتذاع دلوقتي لمواليد 2008، يعني اللعيبه عندها 16 سنه فيما تحت. هنشوف لعيبه دلوقتي وانتوا تحكموا لكم الحكم عشان يبقى كلامنا واضح. ورساله لاتحاد الكره المصري، اتحاد الكره المصري اللي حصل عمل أشعة خلال الفترة اللي فاتت كان في منتخب مصر، منتخب مصر بقيادة الكابتن أحمد الكاس، عملوا أشعة. طيب ده لاعب كان بيلعب النهاردة وليكوا الحكم، ده النهاردة اللاعب ده عنده 16 سنة مواليد 2008، خلي ليكوا الحكم النهاردة. احنا هنطلع بره المشهد وبره الصورة. كابتن أسامة ده لاعب آخر مواليد 2008، ده انا شنبي طلع 18 سنه يعني دي حاجه، ده اللعيب اللي اول واحد اتفضل يا دكتور. فانا بس برضو طبعا هنا معدل الاعمار كبير جدا وواضح، بس كل التحيه للاعيبه النادي الاهلي بصراحه والجهاز الفني على الاداء ده، رغم ان معدل الاعمار كبير في انبي الا ان انت الشوط الثاني متسيد الجيم كله، وكنت اقرب ان انت تتعادل وممكن تكسب كمان.